ما أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية. نبدأ من صحيفة الديار، حيث كتب ميشيل نصر: الحزب بدأ التحضير لمرحلة جديدة من المواجهات. ماذا في التفاصيل؟ أشارت مصادر ميدانية إلى أن الساعات الماضية شهدت أكثر من تغيير على الصعيد. التطورات العسكرية على الجبهة الجنوبية تزامنت مع نشر قوة خاصة من حزب الله عند نقاط حدودية محددة. يحكى أنها تدربت على سيناريوهات خاصة تحاكي عمليات الاقتحام البري في وقت جرى فيه تعزيز مخزون الصواريخ المضادة للدروع المنتشر على طول خط الجبهة من مزارع الشبعة وصولا إلى الناقورة بحرا. تابعت المصادر أن الساعات الماضية باشرت قيادة المقاومة تنفيذ خطة جديدة بناء لمعلومات استخباراتها، حيث كثفت من عمليات استهداف الجدار العازل المبني على الحدود بصواريخ مضادة للدروع من نوع كارنات، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيه وإحداث أكثر من ثغرة، ما دفع بقيادة الجبهة الإسرائيلية الشمالية إلى الإعاز لوحداتها ومراكزها بأخذ تدابير إضافية خوفا من عمليات تسلل أو اقتحام لمواقع وأسر جنود. كما عمد الجيش الإسرائيلي وفقا للمصادر إلى تكثيف استخدامه للطيران الحربي الذي بدأ بتنفيذ غارات عنيفة مستخدما صواريخ وقذائف تخترق الأنفاق. وتكشف المصادر أن حزب الله بدأ عمليا التحضير لمرحلة جديدة من المواجهات تختلف في معطياتها عن الفترة السابقة، وقد تكون إشارة الانطلاق هي إطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس، والتي فرضت معادلات جديدة جزء أساسي منها مرتبط بتوازنات القوى ومعادلات الردع الخاصة بالساحة اللبنانية للفترة ما بعد انتهاء معارك طوفان الأقصى. إلى موقع المدن الإلكتروني، حيث كتب منير الربيع: سباق مع الوقت، إنقاذ لبنان وقيادة فلسطينية جديدة. أصبح وقف إطلاق النار واجبا، خصوصا أن استكمال إسرائيل لعملياتها العسكرية والتهجيرية وفي ظل عدم تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة داخل غزة، فإنها ستكون كوحش مجروح ربما يتحول إلى البحث عن أهداف أخرى. وحينها بنتيجة صراعات داخلية ومزايدات على نتنياهو أو بتوعد بمحاكمته وسجنه أو ربما قتله في الشوارع وبهدف إطالة أمد الحرب، فقد يلجأ إلى الالتزام بدعوات كثيرة حول ضرورة شن ضربة عسكرية استباقية وخاطفة في لبنان. وهذه قد لا تكون أهدافها إلحاق الخسارة العسكرية بحزب الله، إنما إحداث تدمير كبير في كل البنى اللبنانية. فالضغوط الدولية والتحذيرات التي تصل إلى لبنان تشير إلى ضرورة الالتزام الفعلي بالقرار 1701 أو أن التهديدات الإسرائيلية جدية. وربما كان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أبرز من عبر عن هذه المعادلة بمطالبته نتنياهو بشن ضربة استباقية ضد حزب الله وإعادته إلى شمال الليطاني، وهذا ما ينص عليه القرار 1701. أفكار كثيرة لوضع برنامج متكامل للحل السياسي في فلسطين، أولها اقتراح يقضي بإعادة ترميم القيادة الفلسطينية مع فكرة تركز على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالإضافة إلى إدخال بعض الشخصيات السياسية في حماس إلى منظمة التحرير، والتي يفترض بأنها تنتج حكومة جديدة تدعو إلى انتخابات نيابية خلال فترة 6 أشهر أو سنة كحد أقصى. كما أن هناك قناعة عربية ودولية بأنه لا يمكن اختزال الفلسطينيين بالرئيس محمود عباس غير مكتمل الشرعية، ولا يمكن لحماس أن تمثل الفلسطينيين أو تحاور العالم. لذلك يتم البحث عن إعادة تكوين شرعية جديدة، من بينها السعي للضغط في سبيل الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، بالإضافة إلى التعاون مع ناصر القدوة وهو ابن شقيقة ياسر عرفات. كما أن هناك فكرة تشير إلى الاتجاه نحو صيغة تكنوقراط يعود فيها سلام فياض رئيس الحكومة السابق للعب دور أساسي. هنا أيضا يحضر اسم نجل مروان البرغوثي المقيم في أمريكا والمسؤول في صندوق النقد الدولي. فيما هناك مقترح ثالث يشير إلى ضرورة الذهاب إلى تشكيل إطار جامع للقيادة الفلسطينية تضم كل هؤلاء، وتشكيل حكومة يشارك فيها ممثلون عن حماس سياسيا، وفي صيغة تحاكي اتفاق وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان عام 2006 والقرار 1701. هذا ما يفترض أن يتوازى مع الضغط على الأمريكيين ومطالبتهم بإعداد خطة واضحة تتضمن الضغط على إسرائيل تقضي باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو ومجانينه، والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على وقف الحرب والبحث في صياغ الحل. إذن مشاهدينا، تطورات ميدانية دراماتيكية في غزة بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في الرياض وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس. كيف ستتبلور الصورة على الصعيدين العسكري والسياسي؟ ينضم إلينا الكاتب والصحفي غسان ريفي. صباح الخير.
صباح الخير لكلارا ولكل مشاهدي الجديد. أهلا وسهلا فيك. إذن بالأمس خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رفع منسوب الغموض المقلق لدى العدو الإسرائيلي عندما أكد أن الميدان يتكلم. في نفس الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي اعتبر أن نصر الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع ومن سيدفع الثمن هم مواطنو لبنان، ونحن ما نفعله في غزة سنفعله في بيروت. كيف تقرأ أستاذ غسان الجو العام لما يحصل؟ يعني من الطبيعي أن لا يطمئن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله العدو الإسرائيلي، وهذا الغموض هو من أساس المعركة، وليس يعني ليس غريبا على إسرائيل أن تقوم بتهديد لبنان، وطبعا يعني دائما نسمع هذا التهديد وهو بهدف الضغط. وأعتقد بأن إسرائيل التي تريد، وخصوصا رئيس الحكومة نتنياهو الذي يريد شن هجوم على لبنان لأن ذلك قد يستفيد منه في إطالة أمد إعطائه المساحة الواسعة لارتكاب المجازر وعمليات القتل، وبالتالي إحراج أمريكا لتقديم المساعدات الإضافية واستدرار عطف الدول الأوروبية، والأهم من كل ذلك إطالة أمد عمره السياسي. فالكل يعلم اليوم بأنه بمجرد وقف أطلاق النار سيتحول نتنياهو إلى جثة سياسية، وبالتالي هذا الأمر ليس غريبا على إسرائيل. وأعتقد بأن هناك قوة الردع التي ثبتها حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان، وكذلك توازن الرعب هو الذي يتحكم في المشهد، خصوصا بأن السيد حسن نصر الله تحدث بالأمس عن التطورات الميدان، وهذا يعني بأن المقاومة في لبنان معنية بما يجري في غزة ومعنية بالدفاع عن لبنان. و أبرز ما جاء أيضا في هذا الخطاب هو الكشف عن الأسلحة الجديدة التي تتعامل بها المقاومة مع العدو، وخصوصا صواريخ بركان والكاتيوشا المطورة والمسيرات الهجومية، وكذلك مسيرات الاستطلاع. لذلك يعني اليوم ما يقوم به حزب الله في الجنوب هو حرب حقيقية تشغل العدو الإسرائيلي عن غزة. وطبعا صار الأمر معروفا بأن ثلث الجيش الإسرائيلي اليوم في البر والبحر والجو موجود على الجبهة الشمالية خوفا من المقاومة أو ضمن توازن الرعب. وبالتالي فإن المقاومة اليوم، وقد قالها السيد نصر الله عندما تحدث عن تطورات الميدان، لأن الأمر يتعلق بإسرائيل، والمقاومة ستتعاطى مع السلوك الإسرائيلي بالمثل. وأعتقد بأن إسرائيل لا تستطيع، بالرغم من يعني رغبة نتنياهو بفتح الجبهة، إلا أن توازن الرعب لا يسمح له بفتح جبهتين، خصوصا بأنه في غزة حتى الآن لم يستطع تحقيق أي إنجاز. وهناك من بعض وسائل الإعلام الموالية للعدو الإسرائيلي تحاول إعطاء هذا الإنجاز من خلال القول بأن الجيش الإسرائيلي يدخل إلى غزة، وهو اليوم بعيد 150 مترا عن مستشفى الشفاء، ومستشفى الشفاء موجودة بين مخيم الشاطئ والبحر، أي أنه ما يزال على أطراف غزة ولم يدخل. وبالتالي هو لم يستطع حتى الآن تحقيق أي إنجاز مطلوب منه دوليا ومطلوب منه أمريكيا، لكي تستطيع أمريكا أن تفاوض من مصدر قوة، وهو بالتالي حتى الآن لم يكشف أنفاقا، لم يضرب أنفاقا، لم يتمكن من اغتيال أي قيادي فلسطيني، في حين أن
المقاومة ما تزال تتسلم زمام المبادرة، فهي تطلق الصواريخ، تنتج الأفلام وتصور عملياتها، وتقوم بالهجوم على تجمعات الجيش الإسرائيلي. وهذا الأمر أيضا الذي تحدث عنه السيد نصر الله ورسم خطين أحمرين واضحين، وهما العدوان الإسرائيلي على لبنان سيواجه برد عنيف وقاسي على إسرائيل، وإنهاء المقاومة الفلسطينية وإنهاء حماس يعني إنهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر سيحرك كل الجبهات وخصوصا جبهة الجنوب، ما يعني أننا سنذهب إلى حرب إقليمية كبرى قد نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. استاذ غسان، بالعودة إلى القمة العربية بالأمس في الرياض، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة، كيف كانت أجواء اللقاء ووقع كلمة الرئيس ميقاتي في القمة؟ يعني الرئيس ميقاتي منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى وهو يعمل كل ما يمكن لتجنيب لبنان الحرب. طبعا الحكومة والرئيس ميقاتي لا يريدان الحرب، وحتى المقاومة الإسلامية في لبنان لا تريد الحرب، وهي تعلم تماما يعني الوضع اللبناني والأزمات التي يتخبط بها لبنان، ولكنها مضطرة للدفاع عن لبنان، وهذا ما تتفق معه مع الرئيس ميقاتي الذي أكد بأن لبنان يريد السلام ولكن لبنان معني بالدفاع عن نفسه. وطبعا كل اللقاءات التي يعقدها الرئيس ميقاتي والزيارات التي يقوم بها وحتى لقائه بالأمس الرئيس الإيراني هي تندرج ضمن حماية لبنان، فهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لرئيس الحكومة. وطبعا فإن كلمته كانت واضحة، هي إدانة العدوان على غزة وقتل الأبرياء، وتأكيد بأن لبنان يريد السلام ولبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية وبالقرار 1701، ولكن مع ذلك لبنان معني أيضا بالدفاع عن نفسه، وأيضا طرح على الدول العربية بضرورة مساعدة لبنان وإنقاذه من هذه الأزمات. ولكن يعني طبعا نحن كنا ننتظر من القمة العربية والقمة الإسلامية المشتركة بأن يعني يكون هناك ضغط أكبر وليس بيانات، وأعتقد بأن كل لقاء وكل قمة وكل يعني اتصال أو محاولة أو مساعي لا توقف فورا القصف والعدوان والوحشية على غزة، كل قمة لا تقوم بذلك هي لزوم ما لا يلزم. نعم استاذ غسان، نحن انتهى وقتنا، ولكن سؤال أخير، يعني محليا العنوان العريض هو تمديد أم لا تمديد لقائد الجيش، سؤال هل سيلتحق موقع قيادة الجيش بنادي الفراغ برأيك؟ يعني هناك من يتباكى على المواقع المسيحية وتحديدا المارونية التي يصيبها الفراغ، وبنفس الوقت نرى بأن التيارات المسيحية المحسوبة على الطائفة المارونية هي التي تمعن في الوصول إلى هذا الفراغ. هناك من يريد أن كما كنا نقول سابقا، وطبعا اليوم غزة أخذت كل المشهد، ولكن هناك من يريد أن ينهار لبنان بشكل كامل لإعادة بنائه، ومن جديد ربما على قياس من يريد هذا الانهيار، ولكن أعتقد بأنه لا مناص من تمديد لقائد الجيش، لأن لا أحد لا في الداخل ولا في الخارج يستطيع أن يحتمل بأن يذهب الجيش إلى الفراغ أو تتضعضع قيادة
الجيش، وأعتقد بأن اليوم البعض يريد الاستفادة من هذا الجو لتحقيق بعض المكاسب أو للقيام ببعض الابتزاز، ولكن أعتقد بأن التمديد لقائد الجيش هو واقع حتما، لأن لا أحد يستطيع تحمل ذلك. الكاتب والصحفي غسان ريفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أستراليا. شكرا لك.